الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه والسائرين، وبعد، أحبتي في الله، نستذكر عظمة الله سبحانه جل وعلا في خلقه وفي آلائه وفي جميع حكمه وأفعاله. فلننظر إلى البحر على ما يحوي من ماء وعلى ما يحوي من حيوانات تعيش فيه. كيف نستذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال عن كلمة قالت بها بعض أمهات المؤمنين عن صفية، قالت يكفيك أنها كذا، أي أنها قصيرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمفسدته، أي لمفسدته. فماء البحر عند الآن لا يتنجس ولا تخالطه نجاسات، لأنه من المياه المستبحرة كثيرة، لأن الكثير فيه يغلب القليل، فلا يتنجس ولا تصيبه النجاسة وإن وقعت فيه نجاسات كثيرة. ومع هذا قال في كلمة أو في إشارة أو في غمزة أو في لمزة أو في أي شيء مما من شأنه غيبة للمؤمن أو للناس أنه لو مزج بماء البحر لا أفسده. لماذا؟ لأن هذا جرم عظيم. كيف لا؟ وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في مرة من المرات لما صعد إلى السماء رأى أناسا لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، فقيل أو سأل عليه الصلاة والسلام من هؤلاء؟ فقال عليه أو بعض الملائكة الذين يغتابون الناس. وهذا الحال من خمش الوجه والصدر هو يتفق مع قوله عز وجل أيحب أخذ أحد أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، فلذا حذر إخواني من هذا اللسان وهذه المضغة التي تفسد عليك دنياك وأخراك، التي تفسد عليك وهي بين جنبيك. احفظ لسانك أيها الإنسان، لا يلتغنك فهم الكبار. أسأل الله عز وجل لي ولكم أن نحفظ ألسنتنا وجوارحنا وقلوبنا أن تكون كلها لله سبحانه جل وعلا في سكناتنا وحركاتنا في السر والعلن، إنه سميع مجيب الدعوات، والحمد لله رب العالمين.